ولادي وبناتي، أهلا ومرحبا بكم في القرار رقم 11 من قرارات استراتيجية هامة جدا لازم ناخدها في حياتنا، حتى ولو كانت مرة، حتى ولو كانت علقة بنت 60 في 70. القرار رقم 11 بيقول: يا ترى أقول له عن الماضي بتاعي يا كابتن ولا ما أقولوش؟ الحلقة دي يا جماعة أنا واخدها من التعليقات اللي جت على إحدى حلقاتي. قعدت اقرا التعليقات وقعدت اقرا حوار دار ما بين بنات وولاد على التعليقات، فقررت ان انا اوقف الهسل ده كله واعمل لكم حلقه فيها القرار السليم. لو انت عندك علاقه مع شاب، او لو انت عندك علاقه مع بنت، البنت تختلف عن الراجل والراجل يختلف عن البنت. السؤال: اقول ولا ما اقولش؟ اقول ما اقولش؟ اقول ما اقولش؟ لا 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 ما اقولش. بعض البنات، او معظم البنات، مش بعض البنات، معظم البنات الا 2 فقط لا غير، قالوا لا اوعي تقولي له عن اي حاجه، لانك انت لو قلتي له على اي حاجه ما بينك وما بين اي شاب في الدنيا هيفضل ماسكها لك زله طول العمر. وفي واحده تانية قالت لها قولي له على كل حاجه، حتى لو كان هناك علاقه جنسيه ما بينك وما بين راجل او 2 او 3 او 4، احنا ما بنعملش حاجه غلط، جسمنا ملكنا، حياتنا ملكنا. ده غلط وده غلط، ودائما ابدا الحياه القرار السليم عاده هو الذي يتميز، عاده بقول القرار السليم عاده هو الذي يتميز عاده وليس كلية، يتميز بانه بيكون وسطي، خير الامور الايه؟ الوسط. مع قضايا الشرف في العالم العربي كله، اوعي تقولي له حصل ما بينك وما بين الراجل ده علاقة جنسية كاملة ابدا، خاصة لو انت المفروض انك انت بنت بنوت. لكن لو انت مطلقة ممكن تقولي له ان انا في يوم من الايام لما اتطلقت مع جوزي حصلت علاقه ما بيني وبين فلان الفلاني بنيه الجواز، وبعد كده ما حصلش ما بيني وما بينه نصيب. ودي اي دو نوت ريكومند قوي، يعني اي ريكومند بنسبه 10% مع بعض الرجاله المتفتحين، لكن وما اقل المتفتحين. لكن لو انت بنت لم يسبق لك الزواج على الإطلاق، فالمفروض طبقا للأعراف والتقاليد العربية في جميع أنحاء العالم العربي بديانتهم المسلمين والمسيحيين وحتى اليهود، أنك أنت المفروض تكوني بنت بنوت قطوسة في شكارة، مش المفروض أنك أنت تكوني سلمتي جسمك لحد تحت أي بند من البنود. فبالتالي وما أكثر هذه الأخطاء، بناتي اللي بتقع في المصايب دي كتير جدا من جميع أنحاء العالم من جميع الثقافات، انا بقول لهم من فضلكم حطوا لسانكم في بقكم واقفلوا السوسته بتاعت بقكم وما تتكلموش خالص. ليه؟ ربنا في القران بيقول ايه؟ لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. طيب في واحده تانية ترد عليا تقول لي يا كابتن يعني تغشوا، يا كابتن يعني تغشوا وتقول له لا، هنا الموضوع ما فيهوش غش، هنا كانت هي غبيه وهي اللي غشت نفسها وهي اللي ضحكت على نفسها وعرفت ان الواد الاولاني باعها، فبالتالي عرفت ان الراجل ده شاريها فراحت عواطفها كلها تجاه هذا الراجل. علاقه البنات بالرجاله والجنس تختلف تماما عن علاقه الرجاله بالبنات في الجنس. تاني، علاقه البنت والراجل في الجنس من وجهة نظر البنت تختلف تماما عن علاقة الراجل والست او الراجل والبنت في الجنس. اوكي، البنت لما بتدي سكس او بتنام مع الراجل بتبقى بتحبه، فلو اتمسح من دماغها الراجل الاولاني هتحب الراجل ده بس، وتبقى يعني متمسكة بيه جدا جدا لو حبته ولو شعرت معاه بالامان وهو قدر يديها هذا الامان. طيب لو مطلقة تقول، يعني انا شخصيا هقول 10% تقول لو كان الراجل ده متفتح، ولكن بنسبة 90% ما تقولش. ليه؟ لان ربنا حليم ستار. طيب لو قالت والله يا كابتن عمرو ده انا كنت انا متطلقه ولا ارمله ولا واقمت علاقه مع مستر عبد السلام علشان خاطر كنا هنتجوز وبعد كده ما اتجوزناش، لكن تمت ما بيني وما بينه علاقه وخلاص وخلص الموضوع على كده، واحد زي حالاتي ممكن يقول مش مشكلة، ربنا غفور رحيم والست واضحة وصريحة والست قالت كل الكلام ده، وانه في بعض الرجال المتفتحين بيحبوا كده وبيثقوا في كده. البعض الاخر يقول لك تحت اي ظرف من الظروف انت امرأة ضعيفة غير قوية،
ليه؟ لما جوزك مات، او لما انت اتطلقتي من جوزك، او لما حصل مشاكل ما بينك وما بين جوزك وواحد تاني فتح لك الباب، رحت نمتي في حضنه، ده معنى كده ان انا يوم لما ابعد عنك شهرين ثلاثة هتبدأي تحسي بعواطف تجاه شخص اخر، لما زعلك وخصمك شهرين ثلاثة هتروحي تنامي مع راجل تاني، انت امرأة غير آمنة. في بعض الرجالة بيقولوا كده، في بعض الرجالة بيقولوا كده، او كتير بيقولوا كده. وفي بعض الرجالة المتميزين زي احد الاصدقاء الشخصيين، جه استشارني في امر واحد، قال لي حلل لي دي يا عمرو، جاري وصديقي وحبيبي، حلل لي دي يا عمرو. قلت له تي 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 تي. قال لي يخرب بيتك، انا من عشر 3 4 5 اشهر في علاقه مشروع جواز طلع فعلا الكلام ده كله كده. فبيقول لي هل يا ترى البنت دي ممكن تكون، او الست المطلقه دي ممكن تكون ما اقامتش علاقات مع رجاله تانية؟ قلت له ما اعرفش ما اعرفش، بس انا شخصيا بخاف جدا، بترعب جدا من الوش البريء. كلما زادت براءة الوش البريء اللي عامل زي الطفولة ده، كلما كانت البلاوي اللي مستخبية بره، لأن الست دي بتعرف إن وشها بريء قوي، فبالتالي بتبيع على وشها زي ما بيقول، أو بتستغل براءة الوش وبراءة الأطفال في عينيها، وبتبقى عاملة مصايف مسيحة. تفرق معاك؟ قال لي ما تفرقش معايا إن هي ممكن تكون عملت علاقات. بصوا بقى الكلام بتاع الراجل المتميز، لكن يفرق معايا ان هي تكون واضحه وصريحه معايا، خاصه تي 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 ها، خاصه ايه؟ ان هي مش بنت، ان هي مطلقه وعندها عيال. فالصراحه هنا واضحه وصريحه، لو قالت لي على الحقيقه انا هشيلها على دماغي من فوق. ده راجل متميز. تعرفي منين الراجل المتميز؟ بيبان في سلوكه، بيبان في كلامه. طيب لو انت قلتي له وبوظ العلاقه في 60 داهيه، يبقى ما نكررهاش اللي بعد منها. او لو انت من النوع اللي بتحبي تبقي واضحه وصريحه وما عندكيش حاجه تخبيها، انا بضرب بالتعظيم سلام وبقول لك لو انت حكيتي قصتك وانت مطلقه، وانت ايه؟ مطلقه، للراجل على فكره انا عملت غلطه مع فلان او علان، ومن حقك انك انت تقبل او انت ترفض، this is your business. برافض خير وبركه، موافق خير وبركتين. ساعتها لو وافق يبقى راجل متميز جدا، لو رفض يبقى مع السلامة. طب يا كابتن بس انا عايز اتجوز. خلاص ما تقوليلوش لو انت مطلقة، لكن لو انت بنت ما تقوليلوش خالص. ليه؟ ان الله حليم ستار. وفي يعني بتوع الشرع بتوع الفقه بيقولوا ان الولد للفراش، وعلشان خاطر ربنا بيحاول يستر على الست عشان خاطر الواد ما يتبهدلش. يعني في الاخر لما انا سالت من يقال لهم متخصصين في شريعه ربنا، ولو ان شريعه ربنا سهله قوي وفطريه جدا، لكن لما سالتهم برضو درءا للمشاكل قال لك ايوه يا كابتن انت كلامك مظبوط، تخبي وما تقولش، وان الله حليم ستار، وربنا بيفضل الستر على الفضيحه، ولما ربنا يكون عايز يفضح راجل او يفضح ست هو اللي هيفضحه من فوق فضيحه المطهر يوم طلوعه على المعاش. بالنسبه للراجل عندك نفس الموقفين، تقول لها على حياتك القديمه ولا تقول لها على حياتك الجديده. في راجل يقول لك انا لو قلتها هتفضل ماسكالي زله وماسكالي كمانجا، ممكن. لكن انا شخصيا كعمر بحب دايما اقول انا عملت واحد اتنين تلاته اربعه، لان انا وانا صغير يا اولاد اتعلمت هذه القصه من احد اصدقائي اللي هو اكبر مني ب7 سنين، كان له مغامرات وصولات وجولات، ولما خطب واحده قال لخطيبته على كل صولاته وكل جولاته. وفي يوم من الايام كنت انا وهو وخطيبته نازلين في حته ما في مصر الجديده في روكسي قدام سينما روكسي، لقينا واحدة من علاقاته القديمة حبت تفقع زومبا واسفين فظيع. انا حكيت القصة دي اكتر من مرة، قصة تفقع زومبا جامدة جدا، وراحت قايلة لمراته على فكرة يا مدام فلان واو، وقالت لها عارفة انت فلانة اللي عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا. تانية اتصدمت ومشيت. في حلقات الثقه بالنفس اللي هرجع اسجلها تاني قريب ان شاء الله باذن الله بناء على طلباتكم، دايما بقول اوعى تخلي عندك او حد ماسك عليك زله. بمعنى لو انت عندك مشكله في مجال حياتك قول انا عندي المشكله الفلانيه، واعلنها انت بنفسك، وقول الداتا بتاعتها انت بنفسك وما تخبيهاش، لانك انت لو خبيتها غيرك هيطلع القصه بتاعتك، لان مفيش حاجه بتستخبى، وهيبدأ يعمل لك عليها أفلام، وتتحول أنت إلى شخص بيدافع عن نفسه، ولو أنت قلت الحقيقة هيتقال عليك كذاب، ده أنت بتكذب علشان خاطر تغطي على مصيبتك. وقلنا إن في الانتخابات الرئاسية في معظم الدول المرشح الذكي بيطلع يقول يا جماعة أنا كان عندي علاقات في الحتة الفلانية، وأنا تهربت من التجنيد في الوقت الفلاني، وأنا كان عندي مش عارف إيه إيه، ودفعت البينالتي بتاع كذا ودفعت البينالتي بتاع كذا. لكن المرشح الرئاسي في أي دولة من العالم اللي بيطلع يقول
انا قطوسه في شكاره، انا ملاك ب 19 جناح ماشي في كل حياتي صح على الصراط المستقيم، بتطلع له ملفاته وبتتنشر له ملفاته وبيتمسك له زله علي، مش كده ولا ايه؟ في يوم من الايام، وده كان قريب قوي قوي قوي، وده يمكن من الاسباب الرئيسيه اللي دفعتني ان اكتب هذا القرار كمان، لما قريت التعليقات تعرضت للموقف ده على طول بعديها وشفته بعيني. انا اعرف واحده ست هنسميها مدام اكس. مدام اكس دي ست كبيره في السن، ولكني كنت اعرف ماضيها انه ماضيها مليء بالمغامرات والرجاله والحياه الحريه، ومره واحده تقربت الى الله وصارت يعني من العليين. وانا قاعد بتكلم معاها هي وجوزها، فلقيتها بتقول يا فلان انت عارف لما كنت ده فلان اللي كنت اعرفه ايام زمان. فلا فانا سكت كده، هو انت حكيانه؟ بعد شويه لقيتها جابت سيره واحد تاني من العلاقات، قالت له على فكره ده كمان قريب علاني، العلاني اللي انا حكيت لك عليه. لا فانا سكت كده. وتاني يوم احنا بنتمشى مع بعض بقول له هو امبارح انت تعرف ايه عن فلان الفلاني؟ قال له لا ده كان كذا كذا، كان في علاقه ما بينه وما بين، وراح حكي بقى ايه، طلع عارف كل حاجه حصلت ما بين مراته وما بين الراجل ده. هي حكيت له باعتبارها ايه، مطلقه، وحكيت له باعتبار ان هي انا بقول لك الحقيقه، ولو انت مش عايزني في 60 ده هتاخدك. هي قويه، لكن ممكن انت ما تبقيش قويه، ممكن انت تبقي ضعيفه. انا بحكي لك عشان تحبني بس ما تسيبنيش والنبي. لا سابني يا كابتن، انت خرب بيتك يا كابتن، خربت بيتي، نفذت الحلقه بتاعتك يا كابتن وسابني، يخرب بيتك انا مش عايز اسمع لك تاني. هتاخدي القرار ده تتحملي تبعاته، مش عايزه تتحملي تبعاته، حطي لسانك في بقك وقفلي السوسته بتاعت بقك. بس خلي بالك ان ممكن في يوم من الايام حد يفضحك. ما تقوليليش يا ريتني كنت سمعت كلامك وقلت له، ده قرار انت بتاخدي القرار اللي انت مقتنعه بيه. انا عمرو جرانه لما ببقى عندي مشكله بقول انا عندي المشكله الفلانيه، ايوه انا عندي المشكله الفلانيه وعملت كذا عشان كذا عشان كذا، ويمكن لساني دون اللي بيعمل لي بعض المشاكل، بس على الاقل بيعمل لي بعض المشاكل في حاجات انا مش عايزها وفي غنى عنها، وفي نفس الوقت بيخليني محترم قدام نفسي، ومحترم قدام اصدقائي المقربين، ومحترم قدام مشاهديني. القرار رقم 12 اسمه انا ومن بعدي الطوفان. ان شاء الله نقوله ونتكلم فيه. سعدت بكم على امل اني اكون قد اسعدتكم، شكرا لكم، قد افدتكم، انا مش جاي اسعدكم. سعدت بكم على امل ان يكون قد افدتكم، انا مش جاي اسعدكم، جاي افيدكم وافيد نفسي واستفيد منكم قدر استطاعي، قدر مستطاعي، وربنا يعني يحتسب بنا هذا العمل ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله يوم الاثنين القادم، والسلام عليكم.